بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي الطلاب. بالمحاضرات الماضية أخذنا طرق توليد High Voltage DC وال High Voltage LAC. اليوم نجي على نوع ثاني من أو ثالث من الفولتيات اللي هو نطلق عليه Impulse Voltage. نطلق عليه Impulse Voltage. قبل ما ندخل بالموضوع نعرف شنو الامبلس فولتج وليش احنا نحاول نولد هيك نوع من الفولتيات بالمختبر. واحدة من اكبر التحديات اللي تواجهها الشبكة نقل الطاقة الكهربائية هو يكون ضربة السائق Lighting Impulse. ضربة السائق يعني تهديد كلش قوي للشبكة مالتنا. إذا عدنا إن شاء الله نأخذها بالمحاضرات القادمة الفصل الثاني بالتفصيل. إذا عدنا خطوط نقل وتعرضت لضربة السائق يكون سبب أن تدمر كل الشبكة مالتنا. فإحنا لازم بالمختبر شكو عدنا أجهزة أو معدات أو مكونات موجودة بشبكة نقل الطاقة الكهربائية، لازم نسولف محاكاة أو نعرضها إلى شيء يشابه ضربة السائق. فضربة السائق نقدر نمثلها كدفعة عالية من الفولتية تدخل إلى الشبكة خلال فترة زمنية جدا قصيرة. هيك نوع من الفولتية تنطق عليها Impulse Voltage. شلون نقدر نميز أو نوصف الإمبلس فولتج؟ يعني أعطيكم فد مثال. يعني إذا أنا نفرض أحدنا راح إذا أنا جاله أقول له اصنع لي باب، طبعا هذا حيكون الوصف مالتي مبهم. يا ترى هي باب غرفة نوم، باب رئيسية، باب حمام، باب طلاقتين، باب طلاقة واحدة، ارتفاعها، نوع الخشب. الوصف مالتي ما حيكون عندي بصورة صحيحة. فاحنا اذا اريد نوصف امبلس فولتج بالمختبر اريد اني اقول له امبلس فولتج حيكون نفس الوصف من انا اوصف للنجار اقول له اصنع لي باب. لازم انا اعطي فد مميزات بحيث من بالمختبر المسؤول يقدر ينفذ لي الشيء اللي انا احنا اريده. فاحنا خلينا نباوع شباب على فد نموذج للامبلس فولتج. هذا نموذج للإمبلس فولتج. يعني احنا عندنا فولتية ترتفع بسرعة جدا عالية توصل لفيك معين، بعدين ترجع الفولتية عندنا تبدي تتآكل لأن تقريبا يصير عندنا مقدارها صفر. فأول جزء من الإمبلس فولتج نطلق على ويف فرونت مقدمة الموجة اللي هو يبدي من صفر إلى يوصل إلى البيك. هذا الزمن اللي تحتاج الموجة عمود ترتفع قيمتها من الصفر توصل الى بيك نطلق عليها T1 او Wave Front Time، وقت مقدمة الموجة هو الزمن اللي تحتاج الموجة عمود تزيد قيمتها من الصفر الى ان توصل الى الفولتية العظمى. ايش قد مقدار هذا الزمن؟ طبعا هذا رسم للإمبلس فولتج، العلاقة بين الفولتية ويا الزمن. لاحظوا الزمن مقداره جدا قليل بالمايكرو سكند. الجزء الثاني مال الموجة على ويف تايم، ذيل أو مؤخرة الموجة. هذا الجزء نسأل عليه ويف تايم. T2 اللي هو ويف تايم وويف تايل تايم، زمن ذيل الموجة. هو يا زمن هو الزمن تحتاج موجة أن تبدي من الصفر توصل إلى القيمة العظمى وترجع مرة ثانية تقل حيث تصير قيمتها نص بماكسيموم. يعني إيش قد تحتاج الموجة عمود تبدي قيمتها تبدي من الصفر توصل إلى قيمة عظمى، ترجع الموجة عندي قيمة الفولتية تقل إلى أن توصل 50% مو وقت الصعود وقت الهبوط. هذا الزمن شنو نطلق عليه؟ نطلق عليه تيتو. همين مقداره يكون عندنا بالمايكرو سكند، يكون عندنا مقداره بالمايكرو سكند. بس عرفنا احنا ويف فرونت مقدمة الموجة، عرفنا T1 هو مثل
الزمن اللي تحتاج الموجة عشان توصل إلى البيك من الصفر إلى توصل، طبعا هذا الزمن مقداره بمايكرو سكند. وعندنا التعريف الثاني اللي هو ويف تايب، وعرف النتيجة شنو اللي تمثلنا عندي. طبعا هنا في صاعدنا في شيء جدا مهم، صاعدنا ثلاث، صاعدنا نقدر من الدقيق أصف موجة عندي ثلاث قيم لازم أنا أعرفها. speak value إيش قد قيمة ال VM أعلى فولتية توصل للموجة، هذا أول وصف. الوصف الثاني إيش قد time to peak أو نقدر نسميه T1، إيش قد time T2. فإذا أنا أروح للشخص اللي عنده مختبر، يشتغل مختبر عند الجهاز اللي شلنا ناخذ إحنا تركيبة مكوناته طاقة عمله، نقول له نريد موجة من بلس فولتج 1000 كيلو فولت، T1 1 مايكرو سكند، T2 2 مايكرو سكند. هذا حيكون في الوصف كامل يعني ينفذ لي الموجة اللي احنا نريد احنا نسوي. مثل ما نروح الى قناق المثال للنجار لباب خشب صاج ارتفاعه هالقد رضاه هالقد الترشوبه هالقد، بحيث ينفذ لنا النجار الشيء اللي احنا نريد. فإذا قلنا هنا في المثال إذا قلت 1000 كي في، إذا في المثال للإمبلس فولتج معناها البيك مال هاي الموجة 1000 كيلو فولت، 1/5/50 معناه الواحد هو مثل 1 مايكرو سكند هو T1، والخمسين مايكرو سكند مثل لي T2 هو الزمن اللي احتاج الزمن احتاج الموجة عم تزيد قيمتها من الصفر توصل القيمة عظمى 1000 كيلو فولت، بعد ما ترجع القيمة الفولتية تهبط إلى حوالي 500 كيلو فولت أو نص البي ماكسيموم. هذا الشكل وهذا النموذج الرسم البياني، التمثيل الرياضي مالته هي هاي المعادلة في الفولتية بالنسبة لدال الزمن بأي لحظة يساوينا في نوت، في نوت هي بي ماكسيموم اكسبوننشال الفا تي، إذا أنا هذا الثوابت إذا نعرفها ناقصاً اكسبوننشال بيتا تي. هذا إن شاء الله ندخل بعدين بالتفصيل مال هاي المعادلة، بس هاي المعادلة تمثل لي هذا الشكل موجود مقابل. شلون نقول إحنا أي خط مستقيم واي يساوي أي واي يساوي إنه بي إكس زائداً سي، هاي معادلة الخط المستقيم. هذا نفس الشيء هاي معادلة تمثل لنا هذا، إذا أعرف قيمة A قيمة B والY أو C بالمعادلة خط المستقيم أقدر أرسم خط المستقيم. نفس الحالة إذا أنا أعرف V نوت أعرف ألفا وأعرف بيتا أقدر أنا أوجد بالضبط شكل الموجة مال أحد ناس. هنا أنا البيك مالتنا مئات الكيلو فولتات أو ألف آلاف كيلو فولتات، هنا عندنا صفر لأن كنت بالمختبر والموجة بدأت تزيد قيمتها من الصفر. هذا يا جهاز فولت ميتر يقدر يتحسس لي نفط 1000 كيلو فولت، يقدر يتحسس 3, 4, و5 فولت، ما أعتقد يقدر يتحسس. فعندنا مشكلة إحنا نواجهها المختبر، شلون أقدر أحدد نقطة الصفر؟ فالعلماء شو اتفقوا؟ قالوا إحنا نحاول نوجد نقطة الصفر افتراضية. يقصد بيه يقول إذا الجهاز مالتنا قدر يحدد 10% من البيك مالت، إذا كان نفرض البيك مالتنا 1000 كيلو فولت 10% هي 100 كيلو فولت، هي هالنقطة قدرنا يحصل البيك نوصل بيناتهم هذا الزمن، إن أنا 10% أقدر أحدد هذا الزمن والبيك أقدر أحدد هذا الزمن، فالمسافة بين T1 إلى X2 هالمسافة أنا أقدر هذا الزمن أنا أحسبه. هذا الزمن إذا أضربه بالرقم يا شباب 1.25 في X1 اللي هو عفوا 90% من البيك، X2 هو 10% من البيك، حنقدر نطلع قيمة T1. قسم من العلماء قالوا حتى 10% هذا الجهاز احتمال مقدر يتحسسها،
30% من البي يقدر يحسس. فإذا قدرنا نوجد الزمن من X3 إلى X1 هذا الزمن يجد مقداره ونضربه مثل ما موجود عندنا بالمعادلة 1.65 حقدر نطلع عندنا تيو. هذا إذا كان صعوبة أنا أقدر أحدد نقطة الصفر. النوع الثاني من الامبارس هو switching امبارس. شنو المقصود؟ احنا تدرون شباب بالشبكة مالتنا شو عندنا غلق وفتح دوائر الخطوط نغلقها او نفتح، او احتمال صار عندنا عطل فولت معين لازم نفتح الدائرة سكيب بريكر لازم عندنا يفتح. واحنا من مثل ما اخذنا بكل دائرة مالتنا من دوائر الشبكة الكهربائية فيها L و C و R مثل ما اخذنا احنا بالدرس التحليل صف الثاني عندنا بشيء اسمه ترانزينت. يصير عندنا الترانزينت هو التغير المفاجئ بالفولتية بسبب فتح وغلق الدوائر مالتنا. الترانزينت شو حيسبب لنا مثل ما اخذنا يعني ارتفاع بالفولتية ارتفاع مفاجئ فترة زمنية معينة. هذا هنا يا شباب رسم معين هاي عملية ترانزين. لاحظوا الفولتية تبدي فجأة تزيد بعدين ترجع مرة ثانية عندنا تقل. فإذا احنا نوصل بين هاي البيك مالتنا، لاحظوا كنا مدينا من الصفر وهاي القيم قمم مالتنا نوصل بيناتها لأن آخر شيء الموجة عندنا تنتهي وتتأكل. هذا صار عندي فت امبولس ارتفاع مفاجئ بعدين تبجي عندنا الموجة عندنا تتآكل. عندنا رسم ثاني يمكن يوضحه بعد أكثر. لاحظوا هذا التموج صار عندنا هنا امبولس فولتج. هذا امبولس فولتج هو اللي نقصد به بعملية السويتشينج. طبعا التردد مالتي له علاقة بالنيوترال فريكونسي. هذا في عقد همين درسنا درس التحليل نيوترال فريكونسي. تردد مالتي طبعا يكون منافس تردد الشبكة مال الامبالس يكون مرات 100 of هرتز او الاف الهرتزات نفس تردد الشبكة اللي هو 50 هرتز. فصار عندنا نوعين من امبالس اما سويتشينج امبالس او يكون عندنا لايتنج امبالس. بس احنا اللايتنج امبالس هو ظاهرة طبيعية ما معقولة كل ضربة الصاعقة تكون قوتها نفس القوة بكل مكان. القوة ما تتغير يعني حسب نوع الغيمة وحسب شاء الله ناخذها بالتفصيل بالمحرات القادمة وبمحرات فصل الثاني مقدار ضربة وين صارت. فمن نتيجة اللايتنج امبولس الامبولس بسبب ضربة الصاعقة مو كلها تكون عندي نفس الشدة نفس المقدار. زين من المختبر احنا على يا نوع من الامبولس مال اللايتنج يقد مقدار اللي احنا نسوي عنده اختبار. واكو اكثر من ستاندر حسب اما يكون وطني او يكون عالمي. بس مثلا الستاندر الهندي بالاندية عندهم التي 1.2 مايكرو سكند والتي 2 50 مايكرو سكند. فمن يسوون اختبارات الامبولس مال لايتنج على اي معدة عندهم يعتبرون هاي الموجة هي الموجة القياسية. البريتش ستاندر الستاندر البريطاني الستاندر ما يختلف عندهم 1 مايكرو سكند 50 هرتز 50 مايكرو سكند هو التيتو. الامريكان ستاندر الستاندر الامريكي يكون 1.4 مايكرو سكند 40 مايكرو سكند هو يكون عندنا التيتو. طبعا هذا التي 1 والتي 2 هي احتمال يكون زائد ناقص 30 في المقدمة زائد ناقص 20 في التالي. في السويتشينج تي 2 يكون مقداره تي 1 يكون 250 مايكرو سكند والتي 2 2500 مايكرو سكند. لاحظوا شباب وفرق بين موجة السائقة وموجة السويتشينج. موجة السائقة الزمن مالتها هواية أقل من موجة السويتشين. طبعا كل ما يكون الزمن أقل يعني مقدار الصعود بالموجة جدا سريعة هيكون
الخطر مالته يكون عندنا يكون مقداره اكبر، يكون مقداره يكون مقداره اكبر. بس عرفنا الاستندرات وعرفنا المصطلحات، نجي على مصطلح اخر هو شوبت ويف، الموجه المقطوعه. شنو المقصود به؟ نربط عندنا فت عازل معين موجود على الشبكه على عمود حامل لنا سلك، صار عندي ضربه صاعقه، عرفت ترفع الفولتيه ارتفاع جدا عالي، فهالموجة تبدي عندي تتكون. فإذا أنا هذا العازل انهار ما تحملها فرق الجهد عالي، صار شور سيركت. وين حيوصل الموجة؟ حيوصل للجراوند، يعني حيوصل يعني من اللاين العازل حينهار، يصير موصل ويا التوار اللي هو موصل بيه جراوند. فالموجة قبل وين تنزل إلى الجراوند، فالموجة شو حصل بيها؟ حتنقطع. هاي شو نوع من الموجات؟ شو نسميه؟ نسميه شوبت ويف. احتمال الشوبت يصير بالزمن تي 1 او يكون بالزمن تي 2، اما بزمن الفرونت زمن مقدمة الموجة او يكون بذيل الموجة. كل نوع من الموجات الامبار نسميه شوبت ويف، وعرفنا شنو السبب. اما العازل مالتنا انهار بس يعني توصيل، وصل الموجة للجراوند فصير فولتيته صفر، او احتمال عندي يكون قاطع دورة فصل لي هاي الموجة ودر ان شاء الله بالمحاضرات القادمة كلها ناخذها بالتفصيل. اليوم بس نحاول ناخذ المصطلح. بس اليوم نريد نشوف شلون نقدر بالمختبر احنا نكون او نصنع امبرز فولتج. اول نوع من الاجهزة هو سينجل ستيج امبرز جنريتر، دائرة جدا بسيطة وسهلة فكرة مالتها. من عندها نقدر احنا نولد بالمختبر امبلس فولتج. انتبه هنا شباب، هنا راح يكون عندنا متسعة سي اس، طبعا هاي متسعة تكون متصلة بهاي فولتج دي سي. هنا يكون عندنا فجوة هواية قاب، يعني بكرة هنا عندي هنا كرة، عندي بيناتهم يكون عندي هواء. هاي المسافة أنا أقدر أتحكم بها. عندنا مقاومة ار دي، عندي مقاومة ار اي، عندي هنا متسعة سي بي هي الحقيقة العينة اللي أنا حق أسوي عليها الاختبار. احنا قلنا كل مادة عازلة بنسوي عليها اختبار، أي مادة عازلة شو نقدر نمثلها؟ نمثلها بمتسع. فأما يكون عندنا دائرة اي أو دائرة بي، الاختلاف بيناتهم بدائرة اي الار اي تأتي بعد ار دي، بدائرة بي لا الار دي هي تأتي بعد الار اي، مجرد مقدمين ار دي على ار اي. نفس الحالة ار دي قبل ار اي، هنا أنا ار اي قبل ار دي. نريد نبتهم شلون تشتغل هاي الدائرة. قلنا قبل شوي لازم يكون عندي هنا مصدر فولتية دي سي، فأنا من أربط هاي المتسع على مصدر فولتية دي سي، هاي المتسع هذي تنشحن، ثم يزداد الوقت الشحنة على أطراف هاي المتسعة تزداد، من تزداد مع فرق الجهد هنا شو حيكون عندي أكبر. فالفولتية مال هذا الطرف مال المتسع حتظهر هنا. هذا كان عندي أوبن سيركت، فأتوقع الفولتية وين حتظهر مال الطرف الثاني مال المتسعة اللي هي زيرو، حيظهر هنا. فصار نفس فرق الجهد موجود على أطراف هاي المتسعة، وين حيكون موجود؟ على أطراف الفجوة الهوائية. طبعا مثل ما أخذنا بالمحاضرات الماضية، احنا أي فجوة هوائية تتحمل فرق جهد معين، مثل ما قلنا بالهواء لواحد سنتيمتر بالظروف القياسية تحمل 30 كيلوفولت فرق جهد. فأنا كل ما أقدر أزيد هاي الفتحة أنا أقدر أتحكم شقد بيا فولتية صار عندنا بيها شورت، او هالهواء عندنا يقدر عندنا ينهار. فاكو فرق جهد معين توصل للمتسعة، هاي الفجوة شو يصير بيها؟ تنهار. من تنهار يعني صار عندي سبارك شرارة او هذي شور سيركت. اذا صار عندنا شور سيركت هنا، هاي فولتية وين حتظهر؟ هسه التيار حينتقل، صار شور سيركت خلال مقاومة ار دي، هسه حيظهر هاي المتسعة تبدي عندنا تنشحن. وين تنشحن؟ تنشحن الى نفس فولتية المتسعة سي اس. وبعدين شنو حيصير عندنا؟
طبعا كل مهارة متسعة تبدي تنشحن، هاي فرق الجهد على متسعة يبدي راح يقل، إذا قل يرجع الهواء يستعيد عافيته ويرجع عندي شو يصير؟ يصير عندي open circuit، يصير عندي open circuit تبدي متسعة وين تفرغ؟ خلال هاي المقاومة RE. ولاحظوا بالبداية من يصير عندي short circuit هسه عندي الزيادة، إذا هنا نقيس V بدالة للزمن أشوف شنو طبيعة الفولتية هنا، كل ما التيار يكون عندي هنا أكبر الزيادة بالفولتية حتبدي عندنا تزيد إلى فد فولتية معينة، تبدي عندنا فولتية تقل. شلون تقل الفولتية؟ من هاي المتسعة تفرغ بالمقاومة ار اي. فنلاحظ داخل خلينا جهاز اوسيلوسكوب، لاحظ ان التغير بالفولتية على اطراف هاي المتسعة سي بي اللي هي العينة اللي نسوي عليها اختبار حيكون زيادة سريعة الفولتية، بعدين تبدي عندنا فولتية تقل. قلنا شنو نسوي؟ تقل يعني المتسعة تتفرغ خلال المقاومة. هسه واحد من عندنا يقول استاذ ليش مو رأسا التيار يمر بالمقاومة ليش يمر بالمتسعة؟ طبعا هم سؤال جدا مهم. احنا التيار دائما يحاول يمر بالجزء اللي يكون مالته المنع اقل اذا كان مربوط على التوازي. هنا اكس سي الممانعة مال المتسعة شو يساوي؟ واحد على اوميجا سي، الاوميجا هي واحد على هي 2 باي اف. هنا عندنا التردد مال الامبلس جدا سريع، مال التردد هنا الممانعة حتكون قيمتها مال اكس سي حتكون جدا قليلة، التيار كله حيحاول وين يمر؟ يمر خلال المتسعة، راح تنشحن عندنا المتسعة بسرعة جدا عالية. فقلنا بعدين لما تنشحن تبدي تفرغ وين؟ خلال ار. هسه اذا نعرف منو يتحكم بتي 1 زمن صعود الموجه حيكون عنده ار دي، كل ما كانت ار دي قيمتها قليله يعني التيار حيمر عالي، معناها الزياده بالفولتي على اطراف متسعه حيكون جدا سريع. منو يتحكم بتي 2 ار اي، كل ما كانت ار اي قيمتها اعلى معناها عمليه التفريغ حتكون ابطا، معناها تي 2 حتكون عندنا اطول. زين من يتحكم بالفي ماكسيمم؟ احنا مو قلنا الموجه لازم الها ثلاث قيم نحددها، ونقدر نحدد الموجه في ماكسيمم وتي 1 تي 2. فعرفنا ار جي يتحكم تي 1 وار اي تتحكم بتي 2، ويتحكم لنا بالفي ماكسيمم هو المسافه الجاب. كل ما تكون المسافه اكبر معناها المتسعه حتنشحن لفولتية اكثر، لحظة تصير عندي سبارك رأسا هاي فولتية وين حتحاول تظهر؟ تظهر على اطراف متسعة متسعة سي بي متسعة سي بي. فشباب بس احنا طبعا السي بي هي العينة اللي قاعد نسوي عليها اختبار، سي اس هي اغلى جزء موجود عندنا بالدائرة مال، لازم هاي المتسعة تتحمل باور يكون مقدارها غير عالي، يعني هنا قاعد يصير عندنا الشحن وتحمل فرق جهد يكون مقداره طبعا هذا الشرح كله موجود هنا ان شاء الله بالمحاضره ان شاء الله الاسبوع القادم، نقعد او نفسر بالضبط شلون اقدر احسب تي 1، شلون نقدر نحسب ال 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 التي 2. ان شاء الله اتمنى لكم الموفقيه، ونلتقي وياكم بالمحاضره الاسبوع القادم. الى اللقاء.